راس حصان قاعدة، نعمل راس حصان قاعدة، واحد إلى اثنين من جهة القاعدة. أنا هون جاي قايل بما إن دي نقطة تقاطع المتوسطات يبقى قسمت بنسبة واحد إلى اثنين، أوجد مين سي، وبما إن دي واو مر بنقطة تقاطع المتوسطات بقسمه يساوي نص محيط مين ب، لما نقسمه على ثلاثة يبقى ألف ب على ثلاثة تساوي ثلاثة، متوازي الأضلاع من خواصه الأقطار ينصف كل ألف ب ج ب مربع محيط المثلث مين ب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطلبات صف سنة الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أول درس في الهندسة الترم الأول، درس متوسطات المثلث. يعني إيه متوسط؟ ده مثلث. المتوسط قطعة مستقيمة واصلة من رأس ومنتصف ضلع. يعني أنا لو جيت قسمت الضلع ده، لو جيت وصلت قطعة من الرأس للمنتصف ده بقى اسمه متوسط. طيب من هنا بقى، كم متوسط في المثلث؟ مش المتوسط قطعة مستقيمة مرسومة من رأس ومنتصف ضلع؟ طيب أجي من رأس وأقسم لمنتصف ضلع، أجي من رأس وأقسم ضلع، أجي من رأس وأقسم ضلع، يبقى في كم متوسط دلوقتي؟ في تلاتة. يبقى عدد متوسطات المثلث بيساوي تلاتة. طيب لقى نظرية، نظرية واحد، نظرية واحد قالت ايه؟ نظرية واحد قالت ان متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. يعني يا شباب لو معايا مثلث ايا كان نوعه، مثلث منفرد او مثلث قائم او حد زي اللي فات كده، وعملت متوسط، متوسط جاي من رأس قسم قاعدة، جاي من رأس قسم قاعدة، جاي من رأس قسم قاعدة، لقوا من الثلاث متوسطات بيتقاطعوا في نقطة واحدة حتى لو كان المثلث ده قائم. يعني لو جبت متوسط كده، متوسط اهوت، متوسط من هنا، نفس الكلام، يبقى متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. نظرية اتنين لقوا ايه؟ عملوها ليه؟ نظرية اتنين قالوا بفرض مثلا ان دي نقطة تقاطع المتوسطات. النقطة دي يا شباب احنا بنحددها بتاع متوسطين اتنين ينفعهم، يعني ده كده متوسط وكده متوسط، لو اتقطعوا في نقطة هي دي نقطة تقاطع المتوسطات، خلاص دي كده نقطة تقاطع المتوسطات. لقوا ان نقطة تقاطع المتوسطات بتقسم بنسبة واحد الى اتنين من جهة القاعدة، دي الراس، الزاوية هي الراس، دي القاعدة، فلقوا ان هي بتقسم بنسبة كام؟ واحد الى اتنين من جهة القاعدة. نظرية اتنين قالت نقطة تقاطع المتوسطات تقسم بنسبة واحد الى اتنين من جهة القاعدة، واتنين الى واحد من جهة الرأس. وهنا عايز افهم الناس حاجة، يعني ايه بقى واحد الى اتنين ويعني ايه اتنين الى واحد؟ دي مش فاهم. يعني اللي فوق ده الكبيرة الطويلة قد القصيرة مرتين،
يعني لو كانت دي بخمسة دي تبقى بعشرة، لو جيت تقسمهم 10 على 5 تديك 2 على 1، أو 5 على 10 تديك 1 على 2. يعني لو كانت دي باتنين يبقى دي بكام؟ دي بأربعة. ويعمل خدع بقى ازاي؟ يجي لك في الامتحان يجيب لك نفس السؤال كده، نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم بنسبة 2 إلى كام من جهة القاعدة؟ كلنا هنقول 2 لـ1، كلام غلط، لأنه قال لي من جهة القاعدة، من يمة القاعدة 2 إلى كام؟ 2 إلى 4. نسب يا شباب بنتلخبط فيها. قال لي إن ميم هي نقطة تقاطع المتوسطات، هو قال إن ميم دي نقطة تقاطع المتوسطات، عاوزني أكتب له النسب دي بكام؟ ألف ميم بتساوي قد إيه من الدال ميم؟ ألف ميم بتساوي قد إيه من الألف دال؟ طب ألف دال بيساوي قد إيه من الدال ميم؟ ألف دال بيساوي قد إيه من الألف ميم؟ طب دال ميم بتساوي قد إيه من الألف دال؟ طب والدال ميم بتساوي قد إيه من الألف ميم؟ كل دي نسب المفروض تكون عارفها كلها. هبسط لك الموضوع قوي عشان تبقى ماشي معايا. أنا هقوم جاي قايل له بما إن دي نقطة تقاطع المتوسطات يبقى قسمت بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، من يمة القاعدة كده 1 لـ2، من يمة الرأس من فوق اللي هي الزاوية 2 إلى 1. إيه اللي اتكتب الأول؟ ألف ميم. طب ألف ميم بكام؟ بـ2، يبقى هنا 2، والدال ميم بـ1، يبقى 2 إلى 1. تاني ألف ميم، ألف ميم اللي جت الأول اهي بـ2. طيب والألف دال، الألف دال كله 3. ألف دال، ألف دال من الأول للآخر، ألف دال بـ3، والدال ميم، الدال ميم بـ1. ألف دال، ألف دال تاني يا شباب ركز كده، بنجيب الرمز ده نجمع كل أرقام ألف دال اللي هما الـ3 كلهم، والألف ميم بـ2، الدال ميم، الدال ميم بـ1. طب والألف دال، الألف دال بـ3، الدال ميم، الدال ميم بـ1، والألف ميم بـ2. هو ايه فايدة اللي انا بعمله ده؟ يعني افرض مثلا ان انا قمت مديك المتوسط كله، اديتك ده كله، قلت لك ان الالف دال بـ12، هات لي الالف ميم، انا عايز اعرف الالف ميم بيساوي قد ايه من الالف دال، اهي العلاقة اهي، يبقى 2/3، يبقى هقوم قايل 2/3 × 12 طلع بكام؟ بـ8. احنا خلاص اتفقنا ان الخط اللي جاي من راس قاسم ضلع اسمه متوسط. نبتدي البراهين. اوجد ميم سي ومين دال. البرهان بما ان السين منتصف الالف جيم، اذا الب سين متوسط، وبما ان الدال منتصف الب جيم، اذا الالف دال متوسط. نركز كده يا شباب، ما ينفعش اقول طالما دي بـ6 يبقى دي بـ2، او دي بـ3، ما ينفعش اقول دي بـ8 يبقى دي بـ4. امال هي بتتحل ازاي؟ اقصد بما ينفعش لازم تثبت له الاول ان دي نقطة تقاطع المتوسطات،
ما ينفعش تقول كده على طول إلا لما تكون دي نقطة تقاطع المتوسطات. يبقى إذا مين نقطة تقاطع المتوسطات؟ مين دي طلعت إيه؟ نقطة تقاطع المتوسطات. أكتب له بعد كده بقى العلاقات. إذا الميم سين دي قد إيه من البه ميم؟ نصها، نص البه ميم. يعني طلعت بكام؟ بتلاتة. تمام. طيب الدال ميم، الدال ميم بتساوي نص الألف ميم، يعني طلعت بكام؟ طلعت بأربعة. برافو عليك. يبقى أنا كده جبت له اثبت أن واو منتصف ألف ب. عايز أثبت إن واو في نص الألف ب. طب ما هو لو كان الواو جيم متوسط يبقى في النص. لو الواو جيم ده قدرت اثبت ان هو متوسط يبقى في النص. طب انا اقسمه ازاي يا مستر؟ ده هو لازم يكون قسم ضلع عشان اقول ان هو متوسط. وفي معلومه كمان، ولو مر بنقطه تقاطع المتوسطات يبقى متوسط. يعني انا فكره الحل بتاعتي كلها هقول له علشان هي في النص يبقى ده متوسط، علشان ده في النص يبقى ده متوسط، وديت نقطة تقاطع المتوسطات. وبما إن الجيم واو مر بنقطة تقاطع المتوسطات بقى اسمه متوسط، وطالما هو متوسط يبقى قسم الضلع. يبقى البرهان بتاعي بما إن الدال منتصف الب جيم، إذا ألف دال متوسط. وبما ان اله منتصف الف ج، اذا ب ه متوسط. اذا مين نقطة تقاطع المتوسطات؟ وبما ان ج مين مر بمين؟ ج واو مر بمين؟ اذا ج واو متوسط. إذا واو منتصف ألف ب. بعد كده يا شباب هو ممكن يكمل، يعني إيه؟ يعني ممكن يديني أطوال بعد كده يقول لي دي ب 12، هات لي دي بكام؟ ودي ب6، ودي ب10، هات لي محيط المثلث ده مثلا. مفيش أي مشاكل. هنقول له دي ب6 يبقى دي ب3، دي ب10 يبقى دي ب5، دي ب12 ده هتطلع ب6، وأجمع دول أجيب المحيط. هنشوف في المثال الجاي. في الشكل أوجد في الشكل في الشكل اثبت أن س م ص محيطه يساوي نص محيط م ب ج. عاوز نثبت ده. بما ان س منتصف ألف ب، إذا الس ج متوسط. وبما ان الص منتصف ألف ج، إذا الب ص متوسط. إذا مين نقطة تقاطع المتوسطات؟ مين دي طلعت؟ نقطة تقاطع المتوسطات. إذا السين ميم بتساوي نص الميم جيم، تقسم بنسبة 1:2، والصاد ميم بتساوي نص الميم ب. ومن سنة أولى إعدادي، كان في أولى إعدادي يا شباب كان بيجيب لي لو قطعة قسم الضلعين يبقى بتساوي نص طول التالت، والسين صاد بتساوي نص الب ج. بالجمع لو جمعت التلاتة هيدوني محيط المثلث س م ص بيساوي نص محيط المثلث م ب ج، وهذا المطلوب اثبت. نتكلم عن المشاكل. أول مشكلة لو اداني متوسط كامل، يعني الدال ده متوسط
ودي بواحد او دي ميم، وام الدين المتوسط ده طوله بتسعة سنتي. لما يديني المتوسط كامل عشان الناس بس اللي ايه ما قدرتش تفهم معايا العلاقات عشان ما يتوهوش يطلعوا بحاجة من الدرس، لما يديك المتوسط كله تقوم قسمه على التلاتة، لما نقسمه على التلاتة يبقى أ د على التلاتة، تسعة على التلاتة دي بتساوي كام؟ بتساوي تلاتة، دي طلعت تلاتة، بدأت ده مرتين كام؟ ستة، لو جمعتهم هيديك التسعة. كمان مرة جت لقيته مديني في المعطيات المتوسط ده كله، ودي نقطة تقاطع المتوسطات، وكان ده ب 12، قمت قاسم ال 12 على التلاتة، قامت مدانا أربعة، يبقى الصغيرة أربعة والكبيرة تمانية. ركز معايا في الفكرة دي كده، أنت يكون في متوسط وأنت مش واخد بالك، جدك متوازي أضلاع، عاوز يثبت ان مين نقطة تقاطع المتوسطات. اثبتها ازاي؟ جيت من التعريف يا استاذ بتاع متوازي الاضلاع قلت ان متوازي الاضلاع اقطاره النص في كل منهما الاخر. طيب تعال نطلع كده فصل صغير افكرك بخواص متوازي الاضلاع ونرجع تاني. متوازي الاضلاع. مرحبا، أريد أن أعرفكم بنفسي، أنا متوازي الأضلاع، أنتمي إلى عائلة الأشكال الرباعية، وكل ضلعين متقابلين من أضلاعي متوازيان. لي خواص تجعلني متميزاً عن غيري من الأشكال. ما رأيكم أن أعرفكم بهذه الخواص التي تتعلق بالأضلاع والزوايا والأقطار؟ بالنسبة لأضلاعي، كل ضلعين متقابلين متوازيان. كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، وكل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس. أما قطراي فكل منهما ينصف الآخر. طبعا زي ما شفنا دلوقتي إن متوازي الأضلاع من خواصه الأقطار ينصف كل منهما الآخر، دي الأقطار بتاعته، بينصف كل منهما إيه؟ الآخر. يبقى بما ان الالف ب ج د متوازي اضلاع اذا النون منتصف الالف ج، وتقول له بقى الاقطار ينصف كل منهما الاخر. وبما ان السين منتصف الب ج اذا الالف سين متوسط، اذا مين نقطة تقاطع المتوسطات؟ ليه؟ عشان انا قدرت اثبت ان ده كده متوسط وان ده متوسط والاتنين اتقطعوا في نقطة واحدة، يبقى النقطة دي اسمها نقطة تقاطع المتوسطات. اوجد محيط المثلث مين به مين. بياناتي قال ان س في النص، قال ان ص في النص، طب ما نثبت له ان ده المتوسطات. يبقى بما ان س منتصف ا ب اذا س ج متوسط، وبما ان الص منتصف ا ج اذا الب ص متوسط، إذا مين نقطة تقاطع المتوسطات؟ أنا قدرت أثبت إن مين دي نقطة تقاطع المتوسطات. بعد كده أكتب العلاقات، بما إن س مين
بتساوي نص الميم جيم، إذن الميم جيم بتساوي 6. وبما إن الميم صاد بتساوي نص الب ميم، إذن الب ميم بتساوي 8. صح الكلام؟ الناس اللي عايزة تقول إن ب ميم بيساوي 2 من ميم صاد، أجيب العلاقة على طول. صح، كل طرقك صح. هنا بما إن السين منتصف الألف ب والصاد منتصف الألف ج، إذن السين صاد بتساوي نص الب ج، يبقى إذن الب ج بتساوي 10 سنتي. دي 13، دي 6، دي 8. إذن محيط المثلث بيساوي 10 8 18 و6 24 سنتي، لأنه محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه. محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه. في الشكل أ ب ج د مربع، أ ج بيساوي 12 سنتي، أ ص بيساوي 4 سنتي. اثبت أن ص نقطة تلاقي متوسطات المثلث أ ب د. المربع مش ابن المتوازي، يعني الأقطار بينصف كل منهما الآخر، وكان من خواصه برضه إن أقطاره متساوية، يعني القطر ده ب12، لما اتقسم على الاتنين بقى ده كله ب6 وده ب6 وده كده كله ب6. ماشي يا شباب؟ معايا 4، يبقى لسه كام؟ 2. اللي معايا 4 يبقى لسه 2. النسبة اللي قسمت بيها كام لكام؟ 1 إلى 2. يبقى إذا ص نقطة تقاطع المتوسطة، يبقى بما إن الألف ج قطر بيساوي 12، إذا الألف م بيساوي 6، لأن الأقطار ينصف كل منهما الآخر. إذا الص م بتساوي 6 ناقص 4 بتساوي 2، إذا مين نقطة تقاطع إيه؟ المتوسطة. طب عايز أثبت إن السين في النص، وبما إن ص نقطة تقاطع المتوسطات، إذا الب س متوسط ليه؟ عشان هو مر بيها، عدى بيها، يبقى هو اسمه متوسط.